بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا اخوان عاوزين ايه؟ قالوا ايه موضوع احتفال مولد النبي اللي انتم بتعملوه ده كل سنه واحتفال وميلاد الرسول؟ الله، امال ايه؟ ما انتم عاوزين ايه؟ قالوا لا، هذا بدعه بدعه. قالوا اه، الاحتفال بمولد النبي بدعه. طب والاحتفال بتنصيب الملك عندكم دي سنه؟ ما الملك بيمسك وتعملوا حفلة وعطلة رسمية وتروحوا تسلموا، دي سنة؟ واحتفال النبي بدعة؟ عيد الجنادرية اللي بتعملوه والخيل تجري والسيوف تضربوا بيها وتلعبوا بيها، دي سنة واحتفال النبي بدعة؟ قالوا اه. طيب انت تحفظ القرآن يا سيدنا الشيخ؟ قال قلت له اقرأ لي سورة مريم. فبدأ يقرأ من أول مريم إلى قول الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قلت له بس، أتعبد بقراءة ميلاد عيسى ولا أتعبد بقراءة ميلاد محمد سيد الكل؟ اللهم صل على محمد. قلت له ازاي يعني؟ هو سكت طويلا، راحوا اتنين من العلماء وقفوا ورفعوا ايديهم قالوا ايه؟ قالوا نشهد الله انك على الحق وانا احببناك في الله وليكن ما يكن.
سهم المثلث تدري بيه ايش عيبه سهم المثلث تدري بيه ايش عمل قطع شعايه وضاع مني الامل لو ينشره يا اخويا ليش ولا اشوفك بهالحال يا غنوتي ولا اشوفك بهالحال